وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، يعني مصر بتسمن الجهود التي بذلتها دولة قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى الاتفاق، ولكن كيف ترتئي الدور المصري الذي لن يقف فقط عند الاتفاق ولكن بيمتد ل يعني تسلم الأسرى وأيضا إدخال المساعدات ومزيد من المساعدات؟ هو الدور المصري في هذه الأزمة واضح وبارز منذ الأيام الأولى، ومصر بذلت جهدا كبيرا في محاولة من جانبها لمنع التصعيد داخل قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، كما خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات التي تفد إلى قطاع غزة عبر الدول الصديقة والشقيقة التي بادرت إلى تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، إلى جانب الدور الكبير الذي لعبته القاهرة منذ بداية هذه الأزمة لمنع تصفية القضية الفلسطينية. القاهرة وقفت سدا منيعا ضد محاولات تصفية هذه القضية بشتى الطرق. القيادة المصرية عبرت عن ذلك صراحة بأنها ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، وعملت على عدم تنفيذ هذه المخططات التي كانت منذ الأيام الأولى هي الخطط الإسرائيلية، وعبر عن ذلك كثير من الوزراء الإسرائيليين والمسؤولين عبر التصريحات التي أدلوا بها. فالقاهرة كانت واضحة منذ البداية، الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا بأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية وأن مصر ضد هذه العمليات، إلى جانب أنه بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، القاهرة بذلت جهدا كبيرا في سبيل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والجهد المصري في هذا الإطار بارز وواضح. الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس أكد أنه تم إدخال أكثر من 11,000 طن، وهي 4 أضعاف ما جاء إلى مطار العريش الدولي من الكثير من الدول، وهذا يدل على وقوف مصر صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني في قضيته، إلى جانب أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار خلال لقاءات والاتصالات الهاتفية التي تلقاها إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا جذريا عبر إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. نعم، كيف يعني ترتئي تقدير العالم للشراكة مع مصر في ملف التوصل لهدنة؟ طبعا العالم أدرك تماما أن مصر هي لاعب رئيسي ومحوري في منطقتها، وأنه لا يمكن التدخل في هذه المنطقة دون أن يكون لمصر دور وأن يكون لها رؤية تجاه ما يحدث في المنطقة، بدليل أن الرؤية المصرية ثبت وضوحها وثبت أنها كانت الأصوب على مدار هذه الأزمة التي اقتربت من الشهرين. القاهرة منذ الأيام الأولى بعد عملية 7 أكتوبر كانت واضحة بأنه لا حل لهذه القضية التي يعني تعثرت على مدى أكثر من 75 عاما إلا بإقامة الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. الدول العالم بأسره بعد أن يعني تبنت في الأيام الأولى للمواجهات العسكرية بين الإسرائيليين والمقاومة الفلسطينية، تبنت وجهة النظر الإسرائيلية بشكل واضح، لكن بعد ذلك تبينت حقيقة الأوضاع ثم تغيرت هذه النظرة إلى ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. بالفعل كانت نظرة القاهرة هي الأصوب، وبالفعل استطاعت القاهرة أن تغير الكثير من وجهات النظر تجاه هذه القضية الملحة، وأصبح الحديث الآن حول ضرورة إيقاف آلة الحرب العسكرية وآلة الدمار التي يعني دمرت الكثير في قطاع غزة. أعتقد أن العالم أدرك تماما أن وجهة نظر مصر هي الأصوب، وهي التي بالفعل تعمل على استقرار هذه المنطقة وتمنع التصعيد وتحاول أن تمنع عدم استقرار هذه المنطقة. نعم، يعني تفضل. وبالتالي يعني كانت القاهرة تسعى لعدم تدخل أو تواصل الاعتداءات حتى لا تتدخل فيها أخرى إقليمية ودولية، وكانت تسعى إلى إزالة الأوضاع بشتى الطرق.
أستاذ صلاح، يعني اعتبرت العديد من المنظمات غير الحكومية أن إمكان إرساء هدنة لأربعة أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس هو أمر غير كافي لإدخال المساعدة المطلوبة إلى قطاع غزة. كيف تقيم أو تثمن هذه الهدنة المعلنة؟ وطبعا الهدنة سيعقبها هدن أخرى، لأنه بطبيعة الحروب عندما يعني تصل إلى هذه النتيجة، خاصة أن الحرب لم تحقق أي من أهدافها التي أعلنت عنها القيادة الإسرائيلية في بداية هذه المواجهات. كانت القيادة الإسرائيلية سواء رئيس الحكومة الإسرائيلية أو الوزراء في الحكومة أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو غيرهم الذين صرحوا بأن هدف هذه العملية هو القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين والعمل على تهجيرهم من شمال قطاع غزة إلى جنوبها وغيرها من الصراحات التي لم تحقق أي شيء منها على مدار أكثر من 46 يوما. هي يعني أيام المواجهة بين قيادة تمتلك إلى صوامة نوع من المقاتلين لا يمتلكون عدة صواريخ معدات مهما كانت، لكنها في النهاية يعني مجموعة من المقاتلين أو المقاومين، فلم تنجح إسرائيل في تحقيق أي من أغراضها بدليل أنها بالفعل في النهاية وقفت على تنزل الأسرى فقط على أن تكون هناك هدنة إنسانية. فالهدنة الإنسانية في رأيي هي مقدمة للإنهاء بعد ذلك، وقد يستغرق الأمر بعض الشيء في البداية، لكن في النهاية هذه هي النهاية المنطقية لهذه الإنتاج على مدى 46 يوما. لكن أعتقد أنه سيحصل ذلك يعني تمديد هذه الهدنة، وهذا حدث في الكثير من الوجهات سواء في اليمن أو مع حزب الله في 2006 وغيرها. كانت في البداية هدنة بسيطة ثم بعد ذلك امتدت هذه الهدنة. فرحي على هذه الهدنة قرارات أخرى بشكل نعم. الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.